كانت فرصة. لما نبقى عارفين سليم فين وامتى تبقى فرصة. ما كانش ينفع ابدا نسيبها تضيع من ايدينا. تحطوا حراسة على اوضة فواز في المستشفى 24 ساعة. ولازم تعرفوا اللي داخل واللي خارج يبقى مين. اما بقى بالنسبة لغادة، يا فندم غادة هي اللي ساعدت سليم. انا من الاول قلت لكم يا فندم غادة ما ساعدتش سليم، غادة ساعدتنا. أنا قلت لهم إن أنتي ساعدتيني وقلتي لي إن سليم رايح يزور أبوه في المستشفى. كده أنتي قدامهم مش غلطانة في أي حاجة. عملت كده ليه؟ يعني مش عارفة ليه. اللي مطلوب مني دلوقتي؟ ولا حاجة. ولا أي حاجة غير لو عايزة تمشي تفضلي محدش هيمنعك. غادة، غادة أنا حاولت أعتذر لك كتير أوي. حاولت أقابلك علشان أشرح لك إن اللي حصل ده كان غصب عني. أنتِ عارفة طبعًا إن أنا مستحيل كنت أقصد إن والله ما في يوم عدى قدرت أنسى ولا حتى سامح نفسي. أنا آسف. إني عارف ومتأكد إنك مش هتسامحي بس أنا آسف. إذا لو قررتي تشتغلي مع سليم تبقي كده هتشتغلي ضدنا. ساعتها مش هقدر أعمل لك أي حاجة. فاهمة طبعا. ينفع امشي دلوقتي؟ طبعا يا سيد. عملت ايه؟ سبتها تمشي يا فندم. ماشي. ما تبقاش تداري عليا تاني يا حمزه. يا فندم انا عملت كده علشان انا ما يهمنيش انت عملت كده ليه ما دمت في الاخر بتوصل اللي احنا عايزينه. انا ما رضيتش اكلمك قدام بهاء بس اعمل حسابك من هنا ورايح غاده دي هتكون مسؤوليتك انت، فاهم؟ اه مش ساعتك يا فندم. المهم انا عايزك تروح للي هو صبري بيته وتعمل اللي هقول لك عليه. قلت لك ما تروحش المستشفى وبرضه ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. وانا قلت لك ان هو لوحده وانا مش هينفع اسيبه. ايه الكلام اللي بقوله لك يا سليم لازم يتنفذ؟ في ايه؟ في ايه يا شيخ جابر؟ انت فاكرني واحد من رجالتك لما هتدي له امر يقول لك سمعا وطاعا يا مولانا ولا ايه؟ انا بشتغل معاك مش بشتغل عندك. ده كان اتفاقنا من الاول. سليم اتفقنا اننا نساعدك تاخد حقك في نفس الوقت تنفذ اللي يطلب منك. دي قصاد دي. لو اتقبض عليك دلوقتي هنعمل ايه؟ ما اتقبضش عليا لان انا كنت مخطط كل حاجه وعارف كويس انا بعمل ايه. وليه يا ابني تخاطر اصلا؟ عشان اللي في المستشفى ده يبقى ابويا. ماشي يا سليم اديك شفت ابني واطمنت عليه. ممكن تهدى بقى لغايه ما نخلص اللي ورانا؟ ان شاء الله. مش هناكل لقمه بابا على بعض؟ اغير هدومي واجي اكل معاكم. الله 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 الله. هو انت هنا؟ ده انا كنت لسه هكلمك. اقعد اقعد. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. انا تحت امرك اي وقت انت عارف. يا اهلا بيك يا اهلا بيك بيتك. طمني الاخبار ايه بقى؟ سليم كلمك ولا لسه؟ لا بس تقابلنا. قابلته؟ ازاي؟ كان رايح لابوه في المستشفى وانا كنت مستنيه هناك.
لكن للاسف هرب. وانت ما كنتش عامل حسابك ليه؟ ينفع كده؟ كان لازم تعمل حسابك. قول لي بقى، انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يعني؟ بتفكروا ازاي؟ الخطه بتاعتكم ايه؟ الدكتور حسن. دكتور حسن؟ ده الدكتور. مش ده الدكتور بتاع السجن؟ مش ده مات؟ لا، ما لحقوه في اخر لحظه يعني، هو من ساعتها في مستشفى السجن، بس احنا مش قايلين لحد. دي اوامر اللواء سيف علشان يعني ما حدش تعرض له تاني. يا سلام، انا بيعجبني تفكير اللواء سيف قوي قوي. طب انتوا استجوبتوه ولا لسه؟ لا يا فندم، مستنيين ان حالته يعني تسمح علشان نستجوبه. ساعتها هنعرف مين اللي ساعد سليم ومين الخاين اللي في الوزاره. طب لما توصلوا لاي حاجه بكلمني، ممكن؟ طبعا. غادة، هتتأخري تاني النهاردة؟ مش عارفة. يعني هتخرجي من غير ما نكمل كلامنا؟ ماما، قوليلي انت عايزاني اعمل ايه وانا هعمله. عايزاني انسى واروح الشغل زي ما طلبتي مني قبل كده؟ حاضر، هنسى واروح الشغل. عايزاني اسيب الشغل واقعد جنبك هنا واحط ايدي على خدي، هدخل دلوقتي اغير لبسي واكلمهم في الشركه اقول لهم ان انا مش هروح الشغل تاني. مش عاجبك لبسي، تعالي نقلي اللي يعجبك وانا هلبسه. قولي لي بس انت عايزه ايه وانا هعمله، بس ارجوك سيبيني في حالي. انا عايزاك تجاوبيني على سؤال واحد، كنت فين طول الليل امبارح؟ كنت في الشغل، وقلت لك قبل كده احنا داخلين على مشروع مهم واحتمال قوي ان انا اتاخر. اقول لك ايه تاني عشان تصدقيني؟ ماشي، هعديها لك بمزاجي، بس لازم تعرفي زي ما بتقسي عليا لازم تفهمي ان انا امك، واللي بقوله لك دوت عشان خايفه عليكي مش على حد تاني. انا بس مش عايزاكي تقلقي عليا، صدقيني يا ماما انا خلاص اللي انا فيه تعودت عليه. خوفك وقلقك عليا ده بيزود حملي مش بيريحني. يا غاده، انا ماليش غيرك في الدنيا. عشان خاطري يا غادة، اوعديني لا تشوفي سليم ولا تتكلمي معاه، اوعديني عشان اطمن. حاضر يا ماما، وعدك. ممكن اروح الشغل دلوقتي؟ تأخري. باي باي يا ماما. طيب يا حمزة، ماشي، أوكي، يلا سلام. سلام. ها يا فندم، إيه الأخبار؟ حمزة وصل المعلومة لصبري كده، لو جابر وسليم عرفوا إن دكتور السجن لسه عايش هيبقى شكنا في محله، وهيبقى صبري فعلا هو اللي شغال معاهم. ولو ده حقيقي هنعمل إيه؟ هنقبض عليه.